السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا كيفاش استهجان الجماهير الجزائرية سهرة الأربعاء، وين صراخ المدرب مانشستر سيتي غوارديولا ضد لاعبيه رياض محرز، يعني وين قال لك صرع الهول صرع العول، قال لك صرع العول. الناس باو مزيه مروح ناس مزيه، ما قلعناش نديرو حرب مزيه، ما درناش حرب، وما كنا غادي نروحو ندخلو الانجليز، كنا غادي يكون ساعفنا واحد صحاب الروابط، وساعفنا ابو تريكه من بكا، وساعفنا حاتم طرابلسي، وساعفنا طارق الدياب، وساعفنا هذوك صحاب الروابط. يا ودي نديرو حرب، تربد ديك لاش وتقلعها، تربد ديك لاش وتقلع. محرز كمل البارتي تاعو، ركب مع تيلور، راح لي راح شك شك تلعب بضربك. محرز يقول لك لا انا لعبت، يقول لك انا لعبت، يقول لك والله ماني اش اسرى، والله المهم ربحنا سيس تروا وتبقاو على خير. داس بيتا تبكي، محرز غوارديولا بك عاير محرز، وانت شتو تاكل معاهم، تسلكت بيناتهم. قال لك عمرها لا صرات، كيما صرات شي كاين لي فيديو كيما صرات، ما كنتوش تبعوا هذو الناس اللي هضروا. قال لك لي عمرها لا صرات، والله العظيم انا جاتني بلي ما كانوش يتبعوا كاع البوله ولا يتبعوا فيها من 2020 ورواح، ولا من 2019 ولا يتبعوا في البوله، والله العظيم كيما نقول لكم خاطش عليه. يقول لك كاع ما صرات، حنا نعقلوا غوارديولا يبغي الكاميرا تشوف فيه، ويبغي يدير دوك لي جيست، دارها في البارسا مع النجوم تاع البارسا، دارها مع بايرن ميونخ، دارها مع اغويرو، دارها بزاف، هذه دايره بزاف اصاحبي. انا مانيش ندافع على غوارديولا، راني مخلوع فيكم انتوما، تحسب باللي صايك وهي حاجه مكاش، هي والله حيه مكاش. تقسي محرز يقولك اني بيان طريبيا، يقولك فوق الطريبيا، كاين طريبيا فوقها، هيا راني غايه تاع الغايه تاع فوق الغايه اللي جايه في الدوره تاع الغايه اللي جايه لفوق الغايه بليا. يقولك رانا غايه ورافدين الرايه. عنده تيلورا ينساك صاحبي، واحد قال له محرز يتفرج فيا، علاه بالنا محرز، علاه محرز نهار اللي ما يشوفكش يولي يبكي، يضرب يهرس كاع الماعين ويضرب تيلور ويطرد تيلور تبات برا، نهار اللي ما يشوفكش تهدر على محرز. الله يعلي لك. وحدث ذلك خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وضيف ضيف الألماني برفض الجولة الأولى من الدور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا. وأظهرت صور تلفزيونية المدرب غوارديولا يوجه لاعبي محرز بنبرة غاضبة، وكان الدولي الجزائري يعني تورط في حماقة خلال هذه المباراة، أو أن فريق مانشستر سيتي منهزم في مباراة حاسمة. يعني هي ما كان والو، لونترينار يزقي مع اللاعب تاعو، ما كان والو، عادي ناس ربدوها. وتصيب هذيك بيان سبور، كاع الإعلام تاعها يكذبوا على الشعب، يقول لك بلي عمرها لا صرات، وعمرو لا دارها غوارديولا، أول مرة دارها. إي ودي نمشي مكاشي، ما نأمنش بها انايا. طيب لاعبين ما عرفتش، والله ما عرفت. بيان سبور يعني شعبويه، بيان سبور دايره مسلسل، والله هذه والله لا مؤامره على محرز، اقسم لكم بالله العلي العظيم لا مؤامره على محرز. خاطر كاين اللي يقول لك محرز يروح البارسا، البارسا راحت البوله في اسبانيا راحت. انا نقول لكم ماني بوطاح، يا البوله تتحول، البوله دروك تتحول، البوله دروك راهي في انجليز وراهي في طليان، فرنسا تبقى متوسطه طالعه مهوده، كانت في اسبانيا الالمان، دروك انجليز طليان، هذا مكان الناس باغي يخرجوا محرز يقيسوه في الظلمه، هذا مكان. البارسا بقى اسم، ريال بقى اسم، مازال ما قدموش روحهم منا 5 سنين 6 تعاود تولي لهم. بس باش تقول لي ضرب، علاه بيخرجوا محرز من انجليز، علاه بيخرجوا محرز من فريق عالمي، على بالك حاسين باللي مانشستر سيتي غادي دير حاجه تربد، ومحرز راه قاعد باش يرفد،
والله لا مؤامرة عليه. وتسيب الشعب الله المختار طايح على طايح على باغي محرز ما عرفش باغي محرز يقضب بوشية يضرب غوارديولا. والله العظيم حاسبين محرز راك غير تبريكولي ما دامك في هذا اخرج. روح خرج انت يا يدي قريب 13 مليون تا واروح خرجوا اغويرو اغويرو حسب باعوه البارسا او اغويرو مدوه باطل خاطش على الدراهم بزاف ما طاقوش عليه. محرز قاعد تما يخلص الدراهم ويلعب ونجم وين يرى العديد من المحللين يعني ان المدرب غوارديولا يبالغ في اظهار اجتيازاته امام لاعب هادئ ومنضبط ولا يتمرد، لكن غالبا ما ينظر اليه على انه فريسة سهلة عكس زملاء له في النادي الازرق السماوي. يتفنن التقني الاسباني في تهديد يعني يعني قال لك زعما كيدير يزقي على فلان ومير يزقي على غير على على ذاك جاك هذاك تاع اسطنبول اللي جابو سنا هذيك يتسمى ويقدم جناح رياض محرز عروض طيبة أمام النادي الألماني ويسجل هدف، لكن أحد أفضل لاعبين فريق مانشستر سيتي يعني وساهم بقوة في صناعة فوز بنتيجة 6 أهداف ومن أجمل 6 مقابلات رسمية خاضها الفريق مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي. استفاد محرز 3 مرات فقط من فرصة لعاب أساسي آخرها أمام النادي الألماني، وبات رياض يجمع في رصيده هدفين وتمريرة حاسمة بزي فريق مانشستر سيتي في كل منافسات الرسمية للأندية عند انطلاق الموسم الحالي. وراه لاعب محرز يلعب غوارديولا وراه يشوف جاهزية كاع اللاعبين في بداية البطولة، ومحرز دائما غوارديولا وين يخرج محرز هو باطل دائما وين يديره باطل ما تجي تكمل الشامبيون. شوف 2018 ميداو الشامبيون ديرني ماتش مين محرز ماركا البونت وسربا بونت ما كنتوش كاينين نتوما اصحاب اليوتيوب والله ما كنتو كاينين وهاد الناس عم يهضروا ما كانوش كاينين دائما مع التاليه يحطوه باطل الاعلام قاع يولي له. العام اللي فات فانيك كاع وسنا العام اللي فات تاع الشامبيونز ليغ فانيك حطه باطل ديرني ماتش باطل عليك الشامبيون و الشامبيونز ليغ حطه باطل كاع الناس تهدر عليه السنا فانيك ما تجي بيتك من الشامبيون يا ولدي يكون هو الشيكور وتسمع باللي معرض لعاب ذاكي خرج على صدتوها في مسلسل بديتوها كيما العام اللي فات بديتوها محرز غوارديولا كنتو كاتلينا محرز ارتيتا كان اللي كان داخل عليه طلع لا مصادر لا والو محرز ارتيتا خاوتي خواتاتي اليكو ارتيتا من محرز ماركا دارها اليكو ارتيتا ما ضحكش اليكو ارتيتا ما ارتيتا ما باش يفطر اليكو ارتيتا ما راحش لداره اليكو ارتيتا ما محرز ما بغاش يركب معاه اليكو ارتيتا ما ضحكش اليكو العام اللي فات قلبوها غوارديولا محرز السنا صابوها العام اللي فات قاضبه غوارديولا محرز السنا فاني قلبوها غوارديولا محرز ضروق ما يهدرش لازم لونترينر ما يهدرش مع اللاعب تاعه. شفت لقطه انايا جاما بالماضي في ماتش تاع بوركينا فاسو واقف مع محرز يهدر معاه فاني كان يعاير فيه ولا اش كان يدير كان يعاير فيه يا ودي بركاو ناجم مع بركاو خلو الراجل يلعب خلو الراجل غادي من بعد يخرج يقول لكم انا راني اليز بعد يقول لكم انا راني اليز يا وقا يقيس عليكم الماء قا يقعدكم على الكلاسو والله لا قا يقعدكم على الكلاسو خلو الراجل يلعب اليز ما خاصو يلعب فيه اي كان اللي قال لك صلاح ما عندوش منافس محرز عنده 3 أو 4 منافسين في الفريق واحد وكاع لاعبين دي ناسيون كاع لاعبين محترف كاع لاعبين دولي كاع يلعبوا نجوم في المنتخبات تاعهم محرز زي حال من انت مهبول ولا منافس هذه تقطع عاصي محمد ايكيب تقطع
انت تهضر على محرز محرز غوارديولا كاش راه عنده ولا باش يبغي يحط التشكيله. انت تهرب التشكيله اللي يحطها غوارديولا كي يجيب يقول لك هيا هاليك تشوف، والله ما تنجم قاع.